الحلبوسي وجه رسالة إذن لبغداد جاء فيها بأن الأنبار تحتاج دعمكم ومساندتكم على حد تعبيره. رئيس الوزراء في خبر عاجل قبل قليل يؤكد لمحافظ الأنبار دعم الحكومة المركزية للمسارات الخدمية والتنموية ودعم الاستقرار أيضا في الأنبار. هل يعني ذلك بأن نداء رئيس حزب تقدم قد لبته الحكومة المركزية؟ حقيقة هي لأبناء السنة بشكل عام وأبناء الأنبار بمعنى يتكلم عن الأنبار وسيد الحلبوسي بشكل خاص. لدينا 3-4 ملفات هي الرئيسية والتي طالما ينادي بها كل من مثل الأنبار سابقا، لكن كانت هناك كثير عراقيل كثيرة، ومن أهم ما يمكن أن أذكره في هذا اللقاء حقيقة ندعو حكومة المركز أن لا تنصت للأصوات النشازة التي لا تريد لا للأنبار ولا العراق أن تتقدم خطوة. اليوم لدينا ملفات وأخذنا الضمانات الكافية في هذا الاتجاه على أن تكون هي ملفات واضحة جدا يعني لأبناء السنة المغيبين والتعويضات وحقوق الشهداء. وحقيقة أيضا شكلت لجنة فيما يخص موضوع الرواتب المتوقفة، وهذا العمل كله إن شاء الله يصب في مصلحة أبناء الأنبار كجزء لا يتجزأ من هذا البلد، وداعمين بشكل رسمي لحكومة السيد السوداني والتفاهمات كثيرة بإذنه تعالى. ولن نسمح ولن ننصت للأصوات التي تريد للأنبار أن تتأخر خطوة أخرى كما سبق في عام 2014 وفي 2005 و2007.